إننا ندرك اليوم أن مسؤولية حماية التراث واجب وطني بامتياز ورهان كبير من رهانات الدولة الجزائرية، وقد جاءت توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قاضية بتعزيز حماية تراثنا الثقافي والعمل على استرجاع الممتلكات الثقافية وحفظها وتثمينها باعتباره عنوان هويتنا وأصالتنا ورمز ذاكرتنا وحضارتنا على حد سواء. تمكنت مصالحنا بفضل العمل المشترك مع كل الشركاء الأمنيين والعسكريين خلال الأربع سنوات الأخيرة من متابعة 123 ملفا، من بينها تسجيل 96 قضية أمام العدالة، مكنتنا من استرجاع 31507 ممتلك ثقافي منقول، مع العلم أنه خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 تم تسجيل 8 قضايا على مستوى التراب الوطني تم على إثرها استرجاع 1262 ممتلك ثقافي. هذه الورشة تندرج ضمن أكيد فعاليات شهر التراث الثقافي، وهي ثاني ورشة لهذه السنة تنظم من طرف قطاعنا الوزاري لفائدة مختلف شركائنا، شركائنا الأمنيين وحتى شركائنا من قطاعات الوزارية الأخرى. هذه الورشة خصصت لفائدة السيدات والسادة القضاة، فكانت تنظم لأول مرة، والهدف منها أكيد هو تعزيز الخبرات أو المعارف للسيدات والسادة القضاة في مجال معارفهم القانونية، إلى إضافة إلى المعارف التقنية المتعلقة بتراثنا الثقافي.